الدكتور محمد مجدي النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج، مدير مؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم. أهلا بيكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم مهم وعالم مثير جدا، والحقيقة معلومات الناس عن الموضوع اللي هنتكلم فيه دي ما زالت معلومات محدودة. عنواننا النهاردة النسور العصعصي. النهاردة هنشرحه بالتفصيل وهنفهم إزاي تطور الأساليب العلاجية لي، وخطورة هذا النسور العصعصي ده إيه، وإزعاجه ومدى ضرره بالنسبة للمصابين بيه هيوصل لإيه. لكن خلينا نقف قدام نقطة مهمة جدا جدا، إنه الشعر تحديدا تصرفاته أحيانا تكون مزعجة. فالشعر اتجاهات نموه يا جماعة، المفروض إن الشعر طبيعي ينمو إلى خارج الجسم. النهاردة هنلاحظ حاجة غريبة، زي ما أنا بقول لكم دايما الشعرة اللي بتنمو في هنا في الرقبة، سيبكم من الرقبة دلوقتي لأن مش دي قضيتنا، بتنمو في أي مكان في الجسم، الطبيعي والمنطقي إنها تنمو للخارج. ماذا يحدث إذا نمت للداخل؟ إذا نمت في اتجاه غير طبيعي؟ ده شيء هنفهمه النهاردة بالتفصيل. هنقرب النهاردة من معنى مهم جدا اسمه التعامل مع نظافة الجسد. نتعامل إزاي مع الشعر الكثيف؟ كل ده هنفهمه النهاردة في حلقة. زي ما قلت لكم الموضوع هنرجع تاني أؤكد لكم، الثقافة فيه محدودة للغاية. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في عالم الكنال، في عالم البواسير، في عالم النسور، في عالم النسور العصعصي. النهاردة لقاء ممتع جدا مع واحد من نجوم هذا المجال، الأستاذ الدكتور محمد النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم وعضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج والمؤسس والمدير لمؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم. أهلا بيك. أهلا دكتور أحمد، منورني. الله يخليك، ده نورك. أنا عايز أفهم المقصود بالنسور العصعصي، وبرضو تقييمك لثقافة الناس حول الموضوع ده، لأن أنا حاسس إن هي ما زالت قليلة. صحيح، هي فعلاً قليلة. وخلينا نبدأ من الجزء الثاني من السؤال، هو الثقافة عن النسور العصعصي أو عن كلمة نسور نفسه فعلاً قليلة جداً. خلينا نقول إنه كلمة نسور عصعصي هي مقسومة لحاجتين، نسور وكلمة عصعصي. نسور يعني إيه؟ يعني فتحات بتيجي على الجلد من بره، فتحة أو اتنين أو أكتر. كلمة عصعصي تدل على انه في منطقة العصعص او منطقة اسفل الظهر، اللي هي عند النيتل كليفت ما بين الاليتين اليمين والشمال. نسور يعني ايه؟ يعني في قناة ممتدة ما بين فتحتين، واحدة على الجلد واحدة جوه، فنسمي ده نسور. مثلا سري يجي عند السرة، نسور تاني مثلا يجي عند الرقبة عند الاطفال الصغيرة، نسور تاني يجي عند العصعص اللي هو موضوعنا النهاردة اللي اسمه نسور عصعصي. مرض الحقيقة كتير جدا، نسبة اصابة الولاد للبنات منه 75% للولاد، 25% للبنات. أنا عارف إنك بتحب التاريخ في الحتة دي. أول مرة اكتشفوه وسموه سنة 1884 على إيد واحد بريطاني اسمه أندرسون. هو اللي بدأ يشوف إن في فتحة بتيجي في آخر الظهر بتضايق الناس وتطلع منها شوية إفرازات، زي ما هنتكلم عن أعراضها كمان شوية. ما كانش مسمينه اسم، بعدها بسنتين سموه النسور العصعصي أو البايلو نيدل ساينس من مكانه يعني. طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت انه اهم اسبابه ان الشعر بيطلع بشكل غير طبيعي. الشعر المفروض يطلع من الجلد لفوق او بره الجلد، لكن اذا الشعر نزل تاني تحت الجلد او كان نموه تحت الجلد بيعمل ما يسمى بالهير سيست او كيس الشعر، المسبب 100% للنسور العصعصي. عايز اقرب للاسباب الاخرى، هل في اسباب تانية؟ كل اسبابه تتحط تحت كلمه سيوريز، تحت انها نظريات. ايفن حتى السبب اللي احنا اتكلمنا عنه ان الشعر بينمو لتحت الجلد هو بمجرد سيوري، مفيش ديفينيت كوز لي. يجي للناس اللونج ستاندنج اللي بتقعد على حاجات ناشفه، وكانوا لقوه اكتر في الحرب العالميه الثانيه عند العساكر. كانت العربيات الجيب اللي هي بتاعت الحرب، بتاعت عربيات الحرب العالميه الثانيه، كانت العساكر بتقعد على الكراسي الخشب دي اللي جوه بتاع، فمع التخبيط والحاجات اللي زي كده كانت نسبه كبيره من العساكر، ولقوا في دراسه مشهوره قوي عن الحكايه دي، كان نسبه كبيره منهم عندهم بايندل ساينس، نسور عصعصي. فيجي للناس اللي هتقعد على مقاعد صلبه لفترات طويله، واحد مثلا يقعد على القهوه واخم متعود يقعد 5-6 ساعات على حاجه على الكراسي الخشب بتاع زمان دي، عرضه ان يحصل له كده. اذا اقترن ده بانه البيرسونال هايجين بتاعه يبقى قليل شويه، او ان النظافه الشخصيه بتاعته تبقى قليله شويه، من الطبيعي ان
اي مناطق احتكاك هي مناطق عرضه لتكوين كميه اكبر من العرق، زي تحت الابطين، زي ما بين الفخذين، زي ورا بقى ما بين الاليتين اللي احنا بنسميه نيتال كليفت، المنطقه اللي في النص دي. اذا كان فيها كميه عرق شويه او حاجه، او واحد مش واخد باله قوي من الحكايه دي او حاجه وبيضطر يقعد فترات طويله، بيحصل شويه انفلاميشن، التهاب. الالتهاب قد يؤدي الى حدوث خراج، قد يؤدي الى حدوث ناسور، حتى لو كان هو اصلا شخص غير مشعر. وده اللي كان اللي خلانا نقول انه حتى السبب بتاع الشعر اللي نمو الشعر هو مجرد سيوري، لانه بنلاقي الناسور الاسعوصي في المرضى غير مشعرين اصلا، ما عندهمش شعر اصلا في الحته دي. لكن ليه يمكن ساعتها بيبقى البيرسونال هايجين بتاعه مش احسن حاجه يعني. هقرب شويه للاعراض، العين بيشتكي من ايه؟ اولا الوجع، هو مريض عنده طول الوقت وجع في اخر ظهره. لو هو ما عندوش هذا القدر من الثقافه، او ما كانش جنبه دكتور قريب راح له او حاجه، احيانا قد يتخيل انه عنده مشكله في فقرات ظهره او في عمود، فتلاقي المريض قبل ما يجي لك راح لدكتور عظام مثلا، كان متخيل ان عنده مشكله في ظهره او حاجه يعني. هو كل ما بيقعد يحس انه متضايق، يجي يقوم يقف يحس انه متضايق، فدايما عنده وجع في اخر ظهره. الالم بيبقى علامه انه بدا يحصل التهاب في هذه المنطقه. اذا ساب الحكايه هيتطور الالتهاب ده الى خراج، هيبدا يلاقي حاجه ورمت في اخر ظهره مؤلمه للغايه، تعمل ثروبنج بين ده الاحساس بالنقح، ان الوجع زي النبض كده او حاجه، حرارته تعلى شويه. اذا ساب الحكايه شويه هيتحول الخراج الى ناسور. ايه بقى الاعراض بتاعته بالظبط؟ انه هيبقى عنده فتحات صغيره جدا، وناس احيانا تبقى متخيله ان الفتحه دي هتبقى كبيره او حاجه، هي ملي يعني، حاجه على قد منبت الشعره بالمناسبه يعني، حاجه صغيره جدا الحقيقه. فتحه اذا سابها بتزيد اكتر، التانل ده او الناسور او القناه تزيد شويه فيبقى فتحه جنبها، يسيبها شويه تزيد. بنشوف مرضى عندهم فتحتين ثلاثة، وبنشوف مرضى عنده 10 فتحات في ظهره إذا سابها شوية. الفتحات دي بتخرج إفرازات صفراء اللون، يلوش ديستشارج، ليه رائحة مش لطيفة قوي، مضايقاه، هو طول الوقت حاسس إنه مبلول لأن الإفرازات دي نازلة طول الوقت، أحيانا في نقطتين ثلاثة دم أو حاجة. فالحقيقة يعني موضوع مزعج جدا الحقيقة عند الولاد وعند البنات. لو لما أجي أسأل عن طرق التشخيص، هو بعض الناس وهي بتتفرج دلوقتي هتقول لي طب انت بتسال على التشخيص، ما هو التشخيص باين في الاعراض يعني، هل هستفيد حاجه من اساليب تشخيصيه؟ هتديني معلومات؟ لانه يتقسم الناسور العصعصي الى ناسور سيمبل وناسور كومبلكس وناسور معقد. احنا قلنا انه عباره عن فتحات وبتنزل افرازات وكلام زي كده، هو قد يكون الحكايه سوبرفيشال كده في الانسجه اللي فوق السطحيه، وقد يكون الناسور ده ممتد لحد تحت اكتر شويه، واصل لحد الاليتين. يفرق في ايه بقى؟ متشعب يعني. يفرق في ايه بقى؟ انه لما انا هاجي هعمل العمليه وهشيل الناسور ده، لازم ابقى عارف تشعبات الناسور دي فين، وبالتالي في بعض المرضى نضطر الى ان احنا نعمل ام ار اي او رنين مغناطيسي عشان نعرف تشعبات الناسور. هل هو لازم في كل المرضى؟ لا. اذا كان كلينيكالي بالعين المجرده وباحساس الطبيب وبخبره الطبيب شخصوا ان الناسور عصعصي سطحي، مش لازم يعمل رنين مغناطيسي. لكن اذا كان الدكتور شايف انه ريكارنت يعني اتعمل قبل كده ورجع تاني مثلا او حاجه، او هو شايف انه متشعب بزياده، لابد انه يعمل رنين مغناطيسي عشان يعرف فين تشعبات الناسور يعني. يعني اذا عندما يطلب من المريض انه يعمل رنين ما يستغربش؟ لا ابدا. لانه امر وارد جدا اذا كان الدكتور شاكك ان هيبقى الناسور ده متشعب في الجنبين شويه. والا لو الدكتور ما شكش في انه متشعب وهو متشعب، هيعمل الجزء السطحي وهيسيب الجزء اللي تحت. هيرجع تاني للمسألة. يرجع تاني طبعا. الخطه العلاجيه بتتبني ازاي؟ بتتبني على اولا احنا في انهي مرحله، يعني اذا قلنا ان المريض ده في مرحله الانفلاميشن فيتعالج بالدواء. وخلي بالك احنا زمان ما كناش بنقول الكلام ده كله، هو المرض ده سقط درجه من درجات الجراحه. كان زمان لما نشوف حتى اي التهاب في الحته دي او بدايه ناسور صغير او حاجه، نقول يلا جري جري نشيل الناسور ونشيل بسيفتي مارجن ونشيل بحته كبيره كده او حاجه. وكنا دايما نقول او المقوله المشهوره انه هولد اون شويه، ده مش احنا ما بنشيلش كانسر عشان نشيل بسيفتي مارجن كبير ونعمل الجرح الكبير بتاع زمان ده. سيفتي مارجن بمعنى احنا نشيل جزء، نشيل حته من النسيج الكويس. زي ما بنعمل في الاورام، بتشيل بتاعه عشان تاخد سيفتي مارجن، بتشيل بس حته ازيد شويه عشان تبقى مطمن انك شايل كله يعني. فكان الناسور العصعصي زمان كده، وتعلمنا كده زمان انه انت هتشيل قلت القناه بس وسع ايدك شويه وانت شغال عشان تبقى ضمنت انك شايل كله يعني. مع الوقت بقى وكل المجتمع الاوروبي والمجتمع الامريكي في هذه الحكايه قالوا انه خلاص احنا مش هو مش سرطان عشان تضطر تشيل بسيفتي مارجن. ومفيش حاجه في الانسان من رايي انا ان اهم من الجلد، من فاليبل جدا. انت ممكن تزرع
الكبد وممكن بس اذا عندك سكن ديفكت ده بتعمل فيه ما بتعرفش تعمل فيه حاجه. جلد مهم جدا فما نضطرش نشيل حته كبيره قوي ونقعد ندور على جلد ونرقع بيه وحاجات زي كده. فالحقيقه انه التشخيص مهم جدا وان احنا نعرف سكن النسور ده سهل ولا صعب مهم جدا وطريقه علاجه طبعا مهمه للغايه. لو احنا قربنا بقى من الموضوع بتاع النسور وبدانا نحط ده البروكتوسكوب ده هل له دور البروكتوسكوب؟ ليه دور طبعا لانه بيورينا بيورينا بالكاميرا بتاعته مدى التشعب شويه الفتحات ونقدر نشوفها احسن شويه. يعني اذا برضو من وسائل التشخيص. صحيح. ايه الفرق بين الاساليب التقليديه والاساليب الحديثه في العلاج؟ شوف الجراحه التقليديه في اذا كنا بنتكلم مثلا طول الوقت عن البواسير وما غير وما ذلك وقلنا انه احيانا يبقى مقبول ان نستخدم الجراحه في علاج البواسير والكلام ده، لكن في نسور وسعوصي الحكايه دي اكاد اجزم انها جرمت. يعني احنا مثلا في الصوره دي احنا كنا بنعمل فلابس، احنا كنا بنعمل الكرادوسكي ده ونشيل حته من مكانها ونرجع نجيب حته تانية نحطها في مكانها، حاجه كده يعني وساعات يسموها زي واي فلاب، يعني تشيل فلابه بالناسور ترميها وتركب حته ترقعها بيها وحاجات زي كده. كنا عشان بس تبقوا عارفين الترجمه الحرفيه للكلام ده بنقطش بالظبط. يعني الترجمه فلاب قطشه بالظبط، يعني نشيل الكلام ده ونجيب حته نرقعها بالحته. موضوع صعب جدا وعيبك هتقعد 4-5 ساعات والعينين يطلعوا فعلا يعني اولا متشوهين جدا يعني زي ما حضرتك شايف كده الفلابس والحاجات دي تشوهات على الجلد وعمليه مزعجه جدا والمريض يقعد في البيت 4-5 شهور وكنا خلاص ما كانش فيه غير كده. وكنا نعمل كده امتى؟ في الحالات المعقده زي ما قلنا اللي فيها تشعبات او بتاع، فبدل ما نشيل حته كبيره ما نعرفش نتقفل تاني فنعمل فلابس، نعمل اللي هي ان احنا نحط حته او الترقيعات دي يعني. طبعا كان الريكرنس ريت قد ايه هنا؟ يعني ان المريض يعمل الحكايه الماساويه دي وترجع تاني قد ايه؟ 38%. 38% في الكلوزد اكسجن احنا نشيل ونقفل، 24% في الاوبن اكسجن ان احنا نسيبها ونسيبها مفتوحه. رغم انه كان هيتعذب كل ده لكن 24% من المرضى يرجع تاني الناسور الوسعوصي. مرت الحكايه بقى بتكنولوجيا عظيمه وبقينا بنستخدم حاجه اسمها ليزر في علاج الناسور. ووقع زي ما اقول لك انه وقع درجه من خطورته الجراحيه فبقاش لازم نشيل كل ده ابدا، لدرجه ان في دراسات تقول اذا شلنا البيتس اللي على السكن لو شلت الفتحات اللي بره والمريض اهتم بالهيجين يتحسن. مع استخدام الليزر بنفتح الخراج زي ما حضرتك شايف ونطلع كل النيكروتيك تيشو اللي جوه والصديد والحاجات اللي زي كده، ثم هنكوي الناسور باستخدام الليزر الفتحه الاولانيه اللي احنا عملناها وكل الفتحات اللي على الجلد من فوق ونكوي القناه اللي في النص يتحسن المريض ويبقى كويس بدون ما نضطر نشيل الناسور او نستأصله. يعني شلنا مسبباته الشعر اللي جواه ودينا المريض انستراكشنز كويسه انه يخلي باله من البيرسونال هايجين بتاعته او نظافته الشخصيه وكوينا الناسور اللي موجود باستخدام الليزر اتقفل على بعضه. بنقول اوبليتريشن باي ذا ليزر، يعني بنقفل الناسور باستخدام الليزر. اهم ميزه في الناسور ايه؟ واسف اقول شويه تفاصيل زياده او مرضى تسالني ما هي انبوبه ليه ما بتقفلش على بعضها من غير ما نعمل حاجه؟ لانها متبطنه من جوه بابيثيليال تيشو بحاجه نسيج زي الجلد، وانا لو حطيت ايدي على بعض كده هتلزق عمرها. هي من جوه متبطنه بابيثيليال تيشو. اهم ميزه في الليزر اللي بيحصل دلوقتي ده انه بيدي ابسلايز الابيثيليال تيشو، بيوقع الابيثيليال تيشو من جوه فاقدر اكحتها كويس، بيوقع البطانه التي تمنع الالتصاق وبالتالي بيدي فرصه لالتصاق الممرات دي. ايوه بالظبط كده. انا عايز اقول الحته بالظبط كده، فتتقفل على بعضها فما بقاش المريض يضطر لا اولا يبقى فيه جروح مؤذيه نفسيا جدا للبنات حتى، ولا المريض يضطر يقعد في البيت 3-4 شهور يتعالج ويغير وحاجات زي كده، ولا يتألم هذا القدر من الالم ويتحرك عادي جدا. يعني عايز اسال حاجه يعني ملفته نظري وانا عارف ان طبعا سؤال يعتبر سطحي لكن لازم نفهمه احنا على مستوانا احنا. يعني الليزر بالنسبة لكثير من الناس هو جهاز. البطل هنا اللي شايفه غير الليزر القسطرة أو الفايبر أوبتيك بالظبط دي بقى كلمني طبعًا عنها. طبعا الليزر فعلا هو الجهاز بيطلع، بالمناسبة هو جهاز الليزر اللي بنستخدمه ده قد يستخدمه دكاترة النساء نفس الجهاز بيستخدموه دكاترة الأنف والأذن والحنجرة ودكاترة الأسنان أحيانا في بعض الشركات يعني النوستوكوم، لكن اللي هو ده اللي هو ليوناردو ديفايس ده طبعا ده أحدث واحد وده اللي هو الالماني الصنع يعني اللي يمكن العالم كله بيستخدمه دلوقتي. هو هيطلع ليزر في شكل
محدود جدا هيطلع منه أشعة ليزر، لكن تشتغل بيها إزاي؟ هو ده البطل في زحك قلت، هو الأوبتيك فايبر أو أسطرة الليزر اللي بنستخدمها. أسطرة الليزر دي أنواع كتير جدا، منها عدسة تطلع ليزر في شكل كونيكال، يعني بيطلع في شكل 180 درجة كده زي ما أنا بعمل بإيديا، يستخدم في علاج البواسير. ومنها عدسات تطلع ليزر في شكل 360 درجة، يستخدمه جدا في علاج النسور الشرجي أو النسور العصعصي. وهو ده السر، هو الليزر هو أداة، لكن كتير جدا ممكن نستخدم الليزر لكن ما يحصلش على نتيجة. هي الفكرة مش في الليزر نفسه، هي الفكرة في الهول اكسبيرينس دي، ليزر والأسطرة والاكسبيرينس بتاعت الدكتور. ويكتبوا دايما في المراجع بين قوسين لما يقولوا عن نسبة الريكارنس، يقول لك مثلا انه مثلا نسبة رجاع الليزر ده هل هو 100%؟ الحقيقة لا، مش 100% ولا حاجة، ونسبة نجاحه من 95 إلى 96%. ده معناه ان في 3% يحصل لهم ريكارنس. بين قوسين يكتبوا ايه؟ ان بيست سكيلد هاند، يعني حتى مع احسن واحد في الدنيا. لكن الحقيقة اجراء عظيم جدا، واذا قلنا انه كان بيرتجع 38% فاصبح بيرتجع 3%، فده حاجة عظيمة يعني. بما ان الموضوع الثقافه فيه بتاعت الناس قليله، فاكيد ابو العريف هيدلو بدلو بشكل هيذهلنا بعد ما سمعنا العلم ده كله. انتوا بتسمعوا الكلام اللي هتشوفوه دلوقتي ده على القهاوي، في المجتمعات، في مصالح حكوميه، مصالح عموما، في اي شغل، شله بني ادمين قاعدين مع بعض بيحكوا لبعض مشاكلهم الصحيه، وده وارد جدا بعد سن الـ40، وواحد منهم كارثه بيوديهم كلهم ورا الشمس. تعالوا نشوف هذه الكارثة اللي بتودي الناس في حتة مش حلوة أبدا. يا باشا غايب بقاله يومين وبيتصل يقول مدولي الأجازة وهجيب شهادة مرضية. خير يا حبيبي؟ قال لي عندي مشاكل في الشرج ساكت عليها بقالي فترة، ودلوقتي الدكتور قال لي لازم جراحة. قلت له خليك ساكت، هو دكتور ايه يا حبيبي؟ قال لي جراح. قلت له طبعا، ما الجراح هيقول لك جراحه، هتروح لدكتور تغذيه هيقول لك نظام غذائي، هتروح للعطار مش هيقول لك لا وهيديك وصفاته، كل واحد وتخصصه. انت تاجل الجراح حبتين، اسبوعين ثلاثه تاخد فيهم كذا مضاد حيوي مع كذا مضاد للالتهاب، هينشفوا الدنيا من غير جراحة ومفيش تعارض، تشرب جنزبيل، مشروب الكركم، استشير العطار. الجراح أول وآخر اختيار عنده هيقولك جراحة، خليها أنت آخر اختيار عندك وجرب الجهود الذاتية. ألف سلامة حبيبي. الحقيقة دي الوحدة تنفع حلقة، تنفع برنامج، لأنه هو مش فاهم، الناس مش فاهمة أن في بعض الحالات اسمها حالات جراحية، يعني ملهاش حل تاني غير الجراحة، منها النسور طبعا. الحاجة التانية انه فكرة الثقافة الغلط في دماغ بعض الناس، انه انا رايح لجراح فيقول لي جراحة، يعني الكلام ده مش واقعي ومش حقيقي على الاطلاق. لا طبعا. احنا اتكلمنا من شوية ان في مرحلة اسمها الانفلاميشن تعالج بالدواء، في مرحلة اسمها الخراج لازم يتفتح، وساعتها ما ينفعش لا نعمل بالليزر ولا بالكلام ده، لازم نفتحه جراحيا، واذا كان في نسور نعمله باستخدام الليزر. هو الفكره بقى انه تاخير العلاج هو اللي بيعمل كده، يعني اذا اخرت المرحله الاولانيه، اذا كنت متوجع وعندك بعض الالتهابات فانت اللي بتخلي نفسك يبقى عندك خراج، اذا اخرت الحكايه انت اللي بتخلي نفسك يبقى عندك نسور، وهكذا. تاخير دايما في علاج المرض يدور المرض بتالي في كل فروع الطب يعني. عندنا فيلمين مهمين جدا هتسمع تعليقك عليهم. اولا الجريمه الضاحكه. ايوه. رايي دلوقتي ان الجريمه الضاحكه دي هي انه مريض يبقى عنده حاجه صغيره قد كده، ويضطر في هذا الزمن في 20 وفوق يضطر يخش يعمل حاجه كبيره قوي 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 على حاجه صغيره قد كده. الطب معمول عشان يسهل على الناس حياتها. انت مريض ليك حق انك تتعالج بطريقه سهله. اللي يبقى وحش ومش كويس انك عندك دبانه بتطير حواليك وتجيب مدفع عايز تضربها، هتكسر الدنيا كلها على كلام فاضي قد كده يعني. المحطة الثانية أو الفيلم الثاني بعد الجريمة الضاحكة البريء. من البريء؟ بريء ده يعني حاجة كويسة. بريء ده هو الليزر اللي اتهم كتير جدا الحقيقة في بدايته، يعني استخدام الليزر ده مر زي ما بقول حاجة بإشاعات كبيرة جدا من أول إنه مش موجود وإنه نتائجه وحشة مش عارف. في الآخر بعد سنين طويلة يثبت إنه إجراء عظيم جدا، ريزلتس بتاعته هايلة جدا، العالم كله بدأ يتجه ناحيته،
كل ألمانيا بالمناسبة وأوروبا شرقها وغربها يستخدمه. بدأت إنجلترا تستخدم الليزر في حاجات كتيرة، يعني المجتمع العالمي كله بدأ يستخدم هذا الحكاية، فهو طبعا بريء من كل الحاجات اللي كانت بتطلع عليه. يعني قبل ما نمشي برضو عايز أسأل، هل في لبس معين يضر مرضى النسور العصبي؟ الحاجات التايت الضيقة، الجينز الضيق، ده بيعمل حاجة شوية حرارة كده على الجلد، والحرارة تعمل شوية عرق زيادة، والعرق يمشي في القصة بقى، يعمل التهاب وخراج ونسور وهكذا. الساحل والقعدة الطويلة على البيتش والحاجات دي تضر؟ أي حاجة هتعمل عرق وتعمل التهاب تضر. ما هو احنا هناك برضو واحد ايده بتحمر شوية وتلتهب وكلام زي كده، فأي حاجة هتعمل منطقة النيت الكليفت دي حساسة جدا ورقيقة جدا، أي حاجة هتضر في الحتة دي هتعمل شوية عرق أو شوية حرارة تضر طبعا. لازم ناخد بالنا من الحاجات دي. أنت نورت وأبدعت وكالعادة يعني نورت لنا حتة مهمة جدا جدا في عالم الجراحات، وهي النسور العصعصي. ما زلت بقول إنها تحتاج إلى توضيحات كثيرة، ما زلت بقول إن في ناس كثيرة على فكرة وحالات كثيرة جدا تعاني من هذه المشكلة، وحلولها أصبحت ميسرة وجميلة وما فيهاش بقى الديفكت، لان انت خوفتنا النهارده جدا. الاساليب القديمه كانت نسبه كانت نسبه الريكفري او نسبه الاصلاح فيها كانت متدنيه للغايه. نورت وابدعت كالعاده. ربنا يخليك، ده نورك. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور محمد مجدي النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الشرج والمدير لمؤسسه تيمو كيور لعلاج امراض الشرج والمستقيم، واحد من ميك ستارز هذا المجال، كان في الناس الحلوة مبدعا كعادته. خليكوا دايما مع الناس الحلوة. الضعف الجنسي مشكلة طبية مزعجة جدا، لأنها ترتبط أساسا بأمراض أحيانا أخرى. الضعف الجنسي يرتبط بأمراض القلب، يرتبط بأمراض الضغط، بالسكر. الناس اللي هم الصغيرين الشباب لما بيحصلهم الموضوع ده غالبا بيبقى ضغط نفسي، قلة خبرة، نوع من أنواع التوتر، معلومات جنسية مغلوطة، توترات نتيجة لأحداث جنسية سابقة، فكل ده بيعملهم نوع من أنواع الضغط النفسي، فبيخليهم دايما يحصل لهم نوع من أنواع الضعف في بداية الزواج. أحيانا المشاكل الجنسية النفسية دي تبقى